الكرام متابعينا الاعزاء، ينطلق بحفظ الله وتوفيقه الشوط الرئيس الخاص بالحيل الانتاج والمسافة 6 كيلومترات ضمن المنافسات في سباقنا المحل الرابع، حيث نستأنف منافسات هذا السباق المحل الرابع اليوم مع انطلاقات اشواط الانتاج والمنتجين، حيث يسير مشاهدينا الاعزاء هذا الشوط الرئيسي، ولنتابع معكم هذه الإثارة والمنافسة مع شعارات أبناء القبائل. نبدأ مع المركز الأول لنشاهد الصدارة ومقدمة الشوط، وهذه عالية من تستفتح الإذاعة وتتقدم مباشرة إلى صدارة الشوط بشعار جار الله بن سالم أبو شريدة، من يقدم لنا عالية على مقدمة هذا الشوط وإلى الصدارة مباشرة. بينما في المركز الثاني نتابع في هذه الأثناء التقدم والوصول اللي نتابع من خلال انطلاقة بشارة اللي خذت المركز الثاني بشعار سالم بن عبد الهادي بن حبيشة، من يصل في هذه اللحظات ليقدم لنا بشارة على المركز الثاني وثالث المراكز. نشاهد هناك من الجانب اليمين الاسم المتواجد، هذه جسمرة القادمة في هذه اللحظات بشعار محمد بن سالم بن جهويل المري، من يقدم لنا جسمرة على المركز الثالث. وفي رابع المراكز هذا هو الوصول من شعار بن جرحة من خلال انطلاقة سليل اللي خذت المركز الرابع، علي بن حمد بن جرحة بالمري من يقدم لنا سليل. بينما في المركز الخامس، المركز الخامس وصول من اعتبار خذت المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار محمد بن سعد الفيدة المري، ومن يقدم لنا اعتبار على المركز الخامس. هذا ندانا الأول للمراكز الخمسة المتقدمة في هذا الشوط الرئيسي الخاص بالانتاج وانطلاقات الكبار سن الحيل في هذا الاندفاع الرائع والجميل اللي شاهده من خلال اشواطي هذا الصباح. شاهدنا اشواط سن الثنايا، ولنشاهد معكم في هذه اللحظات اشواطي سن الحيل والزمول بمنافسة وبإثارة رائعة من خلال هذه الانطلاقات الصباحية على أرضية ميدان الشحانية. عودتنا إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية الأولى، وهذه عالية في الموقع العالي في الصدارة الأولى، تنطلق هنا بشعار جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة، يبحث عن هذه الانطلاقة الرئيسية من خلال تقديم عالية في هذا الشوط على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى. بينما هنا شعار المبتكر يتواجد من خلال تواجد سليل في المركز الثاني، علي بن حمد بن جرحة بالمري من يقدم لنا شعار من خلال انطلاقة سليل على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز، المركز الثالث هادي جسمرة المتواجدة بشعار محمد بن سالم الجهويل المري، من يقدم لنا جسمرة على المركز الثالث. والمركز الرابع بشارة، من تراجعت على رابع المراكز بشعار سالم بن عبد الهادي بن حبيشة، من يقدم لنا بشارة على المركز الرابع. أما في خامس المراكز نتابع الشعار القادم والمتقدم، هذه وهيلة بدأت تتحرك في هذه اللحظات، وشعار بن خزينة يصل من خلال تقدم وهيلة سالم بن محمد بن خزينة المري، من يقدم لنا وهيلة على المركز الخامس. انتهينا من المراكز الخمس في ثاني ندى، لنشاهد معكم أيضا خلف المراكز الخمس هنا أسماء وشعارات تتواجد في هذا الانطلاق الرائع والجميل، ولكن الصدارة تحمل ثنائي جميل من خلال هذه الانطلاقة الرائعة من خلال تواجد شعار ابو شريدة وشعار بن جرحب، انطلاقة عالية وسليل على مقدمة الشوط بثنائي رائع. نتابع من خلال هذا الأداء الجميل في الكادر العلوي من شاشة قناة الريان الفضائية، ما شاء الله على أداء وعلى الانطلاق الجميل مع الكبار 3 كيلومتر من عمر الشوط انتهينا منها، نسير مع 3 كيلومترات مع انتصاف المسافة، ولا زالت عالية بالمقدمة من تتصدر المشهد بشعار جار الله بن سالم بن مسعود أبو شريدة، من يبحث عن هذا الناموس، ولكن تسللت سليل في هذه اللحظات، علي بن حمد بن جرح بالمري من يقدم لنا شعاره إلى الصدارة مباشرة وإلى المركز الأول. بينما في المركز الثاني هذه المتواجدة والمنطلقة مشاهدين الكرام على ثاني المراكز وعلى المركز الثالث، المركز الثالث بشعار سالم بن محمد الخزينة المري من يقدم لنا وهيلة في المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا الاسم القادم، هذه الوذنة وصلت وتحمل أول ندى في منافسات هذا الشوط بشعار مبارك بن محمد الجربوع المري، من يقدم لنا الوذنة على المركز الرابع.
وفي المركز الخامس هناك جسمر محمد بن سالم الجهويل المري. من يقدم لنا جسمرة في المركز الخامس؟ هذه الأسماء، هذه المراكز الخمس مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل التي تنطلق هنا بالأداء بالحضور مع محور الإذاعة. ولكن عودتنا إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، ما شاء الله الأداء والاندفاع الجميل من شعار المبتكر على الصدارة من خلال هذا الانطلاق من سليل، آخر الأسماء المدونة في كشف البيانات، ولكنها تتصدر القائمة وتنطلق على المركز الأول مباشرة بهذا الاندفاع، بهذا الحضور الجميل. ما شاء الله أشواط الانتاج والمنتجين، الناموس غالي مع هذه الأشواط في تحديات الأصالة. هذه سليل على المركز الأول، علي بن حمد بن جرحة بالمري يبحث عن هذه النقطة الرئيسية من خلال تقدم سليل، من خلال هذا الاندفاع الكبير اللي نتابعه في مقدمة الشوط. ولكن من تسير جنبا إلى جنب هذه الانطلاقة من عالية وحضور شعار بشريدة مع مركز الوصافة من خلال انطلاقة عالي جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة. ولكن في المركز الثالث تحركت الوذنة، تحركت الوذنة في ثالث المراكز مع هذه اللحظات المثيرة. مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري بدأ يقدم لنا الوذنة على المركز الثالث. المركز الرابع، يا سلام، انطلاقة وهيلة وتحركاتها الجميلة في هذه اللحظات. سالم بن محمد الخزين المري من يبحث أيضا هو الآخر عن ناموس هذا الشوط من خلال انطلاقة وهيلة في المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدين الكرام، هناك جسمرة محمد بن سالم بن مبارك بن جهويل من يقدم لنا جسمرة على المركز الخامس. هذه المراكز الخمسة لم يجد أي جديد للمراكز الخمسة المتقدمة، ولكن الصدارة البداية وسليل جاوزت مع لوحة 1200 باتجاه البوابة الأخيرة، باتجاه بوابة الانتصارات مع الكيلو متر المثير. الله الله الله، انطلاق وحضور واندفاع حتى هذه اللحظات من سليل على مقدمة الشوط، والسرعة بدأت تزيد، وهذه لوحة الكيلو متر الأخير. الله الله الله، أداء وانطلاق وحضور هي المبتكر هنا مع صدارة هذا الشوط. علي بن حمد بن جرحة بالمري من يقدم لنا تحدياته مع الصدارة مع سليل. المركز الثاني، عالية مع المركز الثاني جار الله بن سالم بن مسعود ابو شريدة. وفي المركز الثالث هناك الوذنة مبارك بن محمد بن هادي الجربوعي. وفي المركز الرابع هنا نتابع شعار بخزينة من خلال انطلاقة وهيلة، وخامس المراكز جسمرة بشعار بالجهويل، ولكن الصدارة المقدمة المركز الاول. يا سلام يا سليل، اداء وتحدي جميل مع رئيس الحيل بالفعل الانتاج. الله 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 الله، صدارة وتحدي جميل نشاهده مع المبتكر والشعارة مع الصدارة، اندفاع حضور مميز حتى هذه اللحظات مع الامتار الذهبية والنهائية. ما شاء الله وتبارك الرحمن، علي بن حمد بن جرحة بالمري، ولكن الوذنة على المركز الثاني تتحرك بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري. الصدارة المقدمة سليل على المركز الاول. سلام يا بالجرحة، بسلام. اللحظات المثيرة ورئيسي شوط الحيل الانتاج يسير مع شعار بن جرحب مع شعار المبتكر. سلام سلام سلام، وتحية واحترام على هذا الفوز والانتصار. أسعد الله صباحك يا بن جرحب على هذا الحضور الكبير من سليل. تهارينا والناموس على هذه اللحظات المثيرة. علي بن حمد بن جرحب المري اللي قدم لنا هذه الانطلاقة الرئيسية مع هذا الشوط، بينما في المركز الثاني كانت هناك الوذنة بشعار مبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري، وثالث المراكز كان مع عالي جار الله بن سالم بن مسعود ابو شريده. المركز الرابع وصلت بشاره سالم بن عبد الهادي بن حبيشه، وخامس المراكز كانت الفاتنه مطر بن محمد او مطر بن عيسى بن مطر الفلاحي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا لفاضل المراكز الخمس، اول الاسماء الواصله الى خط النهايه. ولكن شاهدنا الحضور الجميل من سليل التي حققت ناموس هذا الشوط، قاطع مسافة 6 كيلو متر في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق و47 ثانية 68 جزء من الثانية. تهانينا لعلي بن حمد بن جرحب المري على فوز سليل بالمركز الأول، بينما ثاني المراكز كان من نصيب الوذنة وتوقيت الوذنة لحظة وصولها إلى خط نهاية مع 6 كيلو متر هو 9 دقائق و49 ثانية
84 جزء من الثاني تهارينا والناموس لمبارك بن محمد بن هادي الجربوع المري على فوز الوذنة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فمن وصلت عالية في 9:52 64 جزء من الثاني تهانينا لجار الله بن سالم بن مسعود بو شريدة على فوز عالي بالمركز الثالث. هكذا مشاهدين الكرام انتهينا من شوط الحيل الانتاج بينما ينطلق شوط الزمول الانتاج وصالح الكربي يتابع معكم هذه الانطلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الاعزاء سعد الله صباحكم.